بونجور تو الموند. اليوم جيت باش نطرق لواحد الموضوع اللي هو لي سكيول سيرفر. لي سكيول سيرفر اللي هي واحد لونغاج كتخلينا نكريو دي باز دو دوني، نحطو فيها دي طابلو، اونجستريو فيها دي طابلو. مثلا واحد الشركه قالت لك السلام السلام، بغيت انايا واحد لا باز دو دوني ديالي باش نبقى نستوكي فيها واحد لي زانفورماسيون، نيمبورط كيل انفورماسيون. مثلا بغات دير لو نون لو برينون كدا كدا كدا، واحد انسكريبسيون ديال واحد لوطيل. دوك لي زانفورماسيون ما خصهمش يمشيو غير هكاك، خصهم يتسجلوا في اون باز دو دوني. فوالا داكشي اللي هما الا جيت باش نشوفوا لا باز دو دوني، كومون كريي اون باز دو دوني. لا باز دو دوني بلا قبل ما نكريوها خصنا باش نكريوها، يعني غادي تحتاجوا معايا واحد لا باز دو دوني اللي هي لوكال، راه كاينه في السيت في السيت ويب ديال مايكروسوفت، غادي تلقاو اللينك في الديسكريبشن. تيليشارجيها عادي، نيكست 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 انصال نورمال، ما يطلعلكش شي بروغرام حيت غادي تخدم غير في الفيشي هادي. موراها غادي تيليشارجيو هاد الاس اس ام اس اللي هو الاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو. هاد الاس كيو ال مانجمنت ستوديو هو اللي كيخلينا ناكسيديو للباز دوني، فهمت؟ ديك الباز دوني تيليشارجيناها. المهم بحال اللي حنايا كنتيليشارجيو واحد لاباز دو دوني لوكال، من بعد كنبقاو نكريو فيها هاد الباز دو دوني، فهمتي البلان؟ من بعد غادي نشوفو الهوستين ديال الباز دو دوني، كومون مانيبيولي لي باز دو دوني، كومون كري اون طابلو ان طابلو دون اون باز دو دوني، بزاف الحوايج. المهم ملي تنستالي معايا هادشي كامل غادي يطلع لك ليكون، اما هي هادي ما لقيتيهاش في البيرو ديالك غادي تكتب سامبل كليك، غادي دير هنايا اس كيو ال، يطلع لك هذا اللي هو الاس كيو ال سيرف مانجمنت. غتسناه يتفتح معاك عادي. فوالا هو هذا الاس كيو ال، عنده بزاف ديال الاستعمالات، بزاف بزاف، يعني انا راني عاد كنقرا فيه فهمتي، مي جاني الشغف باش ندير واحد الفيديو. المهم عندي داك الشيء صافي تسناو يتفتح دابا اس كيو ال سيرفر. فوالا غادي تطلع لك واحد الانترفاس اللي هي هادي كونيكت تو سيرفر اس كيو ال سيرفر. غادي دير هنايا داتاباز انجين، هنا اوتوماتيكمون غادي يعطيك الداتاباز ديالك اللي هي لوكال. غادي تختار يا اما سميتو بالمود باس، ولا غادي تخليه عادي بالويندوز، فهمتي؟ نورمال من الاحسن خليه بالويندوز نورمال تكي كونيكت اوتوماتيكمون. غادي تكي كونيكت، غادي كونيكتك للداتاباز اللي عندك لوكال انت في البيسي ديالك. فوالا هي هادو هما اللي عندي انا هنايا. ها هي انا مثلا عندي داتاباز ديسكورد. اول حاجه غادي نتعلموها دابا هي كيفاش ندير نكري انا واحد داتاباز. مثلا انا دابا ها هو السيستم عندي نورمالمون هنايا عادي داكشي، بغيت نكري واحد داتاباز. باش نكري واحد داتاباز عندنا كوموند، عندنا دو ميثود بيضا، يا اما غادي نكريوها بلاسيستون اللي عندنا في الاسكيو ال سيرفر، كليك دروا غادي دير نيو داتاباز، تسميها السميه ديالها داتاباز، تعطي هذاك الشيء اللي بغيتي انت طنطن. ولكن من الاحسن نكريوها باركود، يعني شنو هو باركود؟ يعني غادي تجي للنيو كويري، غادي تكتب على نيو كويري هنايا ولا نوفيل روكيت، غادي يطلع لك هنايا الكود. هذه الانترفاس باش نكتبو. غادي نديرو كرييت داتا باز، نسميها مثلا واليد point virgule à la fin exécute. Voilà, غادي نجي للداتاباز ديالي، غادي نسكي كليك دروا ريفريش. فوالا تزادت واحد الداتاباز اللي سميتها وليد، ها هي. مثلا بغيت نمسح هاد الداتاباز هادي، ما بغيتهاش تبقى عندي، ما بغيتش نسميها وليد، بغيت نحيدها ديفينيتيفمون. ما غاديش نوض ندير ديليت ولا ندير سوبريمي ولا نو، عندو كاين واحد السانتاكس اللي هو معروف متفق عليه عالميا، هي غادي دير دروب داتا باز وتسميها هذيك ديالي سميتها وليد. ولكن قبل من هادشي كامل ما خصكش تكون في وليد باش تمسح وليد. مثلا انت عندك واحد الداتاباز سميتها وليد وبغيتي تمسح وليد، ما يمكنش. انت مثلا دار بغيتي تريبها، ما يمكنش تريب داك الدار وانت داخل فيها، يعني لا تخرج من الدار. فوالا هاك الداتاباز. اول حاجه نسيت ما وريتها لكمش، سمحوا لي، اللي هي خصك تخرج من الداتاباز. دابا ان الداتاباز انا مسيليكسيون هي ماستر، ها هي عندك تختار ماستر هنايا مثلا، هادي غير ديال الباستي فهمتي، ما عرفتش بالضبط نتاعاش ماستر، كتسليكسيونها منو تمسح ديك ساعات وليد ولا هادي اللي عندي انا مسميها ديسكورد. اما باركود شنو كدير ليه؟ يوز كتسمي يوز وليد مثلا، يوز وليد فرا وليد هنايا، يوز وليد اكزيكوتي. فوالا هيا وليد هنايا تبدلات، كتسليكسيون ماستر بعدا وكدير اكزيكوتي. مثلا دابا غادي ندير يوز ديسكورد باش نمسح ديك ديال وليد. يوز ديسكورد اكزيكوتي لو بروغرام ديالي، عاد ندير دروب داتا باز
ونسمي ديك اللي باغي نضرب فيها واليد اللي باغي نمسحها، ندير هكا اكزيكوتي فوالا كومبليتد سكسسفولي. يعني غادي نجي هنايا غادي ندير ريفريش داتاباز ريفريش فوالا مشات لي واليد. حتى لهنايا غادي نكونوا سالينا البارتي 1 ديال كومون كري اون داتاباز. ان شاء الله نزيدو في شي فيديو اخر. تحياتي.